كلنا نعرف انه النار حارة، ولو تجيب اي واحد بالشارع تسأله تقول له النار شنو يقول لك حارة، صح لو لا؟ بس اليوم النار مو حارة. راح تقول لي شلون؟ انا اقول لك شلون. بس قبل ما اقول لك شلون، شنو رأيك احكي لك قصة نبي عراقي؟ نعم، عراقي وكان عايش بالعراق. هذا النبي شمروه بالنار والنار صارت باردة بمعجزة من رب العالمين. اليوم راح احكي لك قصة النبي إبراهيم عليه السلام من البداية إلى النهاية. بيوم من الأيام كان أكو حاكم اسمه النمرود. هذا النمرود كان يحكم بالعراق قبل آلاف السنين. النمرود كان حاكم ظالم وكافر فوق ما تتصورون، وكانوا العالم اللي عايشين بزمنه أغلبهم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، وبيهم كانوا يعبدون الشمس، والأغلبية بيهم كانوا يعبدون الأصنام، فما كان عندهم دين. فهذا النمرود كان عنده ناس يعبدون النجوم، وعنده ناس يعرفون بعلم التنجيم والكواكب، يعني مثلا يعرفون اذا طلع هذا الكوكب بالسماء معناها راح تصير عاصفة، او اذا صار القمر بهذا الشكل معناها راح تمطر الدنيا. فكانوا معتقدين الكواكب والنجوم هم الاله، ولهذا السبب كانوا يعبدوهن. فبيوم من الايام اجوي هذول الناس على نمرود اللي يسموهم المنجمين. فهذول قالوا للنمرود، قالوا له شفنا بالنجوم راح ينولد مولود بالمدينة يقضي علينا كلنا، وبالذات يقضي عليك، وكان القصد على النبي إبراهيم عليه السلام. فالنمرود هنا من سمع هذا الكلام خاف على السلطة مالته، فهنا ايش قرر يسوي؟ قرر يعزل النساء عن الرجال. شكو رجال متزوج بالمدينة يعزله عن زوجته حتى ما ينولد أي واحد عايش بالمدينة ولا يصير تزاوج بين النساء والرجال. ومو بس هيك، أمر الحراس مالته وقال لهم شكو ولد ينولد بهاي الفترة وقتلوه. فهنا النبي إبراهيم عليه السلام أمه كانت حامل بيه، أذا ولدته وعرفوا بيها راح يقتلوه، فقررت أمه تولده بكهف بعيد عن المدينة، وفعلا انولد النبي إبراهيم عليه السلام بكهف. فأول ما بدأ شوية يكبر رجعوه للمدينة، ومن هنا راح تبدي قصة النبي إبراهيم عليه السلام. طبعا النبي إبراهيم عليه السلام كان متربي عند عمه، وعمه كان يشتغل بصناعة الأصنام وكان يبيع بيها. فبيوم من الأيام عمه قال له أريدك تروح تبيع هاي الأصنام بالسوق. طبعا النبي إبراهيم عليه السلام كان ما مقتنع بهذا الشيء ولا مقتنع بهاي الأصنام، ويدري بيها مستحيل تكون هاي الآلهة، لأن الإله ما يصير يصنع بشر. فكان النبي إبراهيم عليه السلام يربط الأصنام بحبل، وكان يجرهن ورا ويفتر بيهن ويصيح من يشتري من لا ينفعه ولا يضره. شوف هاي عود بعده صغير هيك يفكر. فكان يمشي ويستهزئ بيها ويستهزئ بشكو واحد يشتريها. الحد ما وصل الخبر العمه، فقالوا له إبراهيم هيك دا يسوي وقاعد يستهزئ بالأصنام. فهنا قرر عمه يحبسه وما يخليه يطلع. طبعا هنا كان عمر النبي إبراهيم عليه السلام تقريبا 13 سنة.
عموما عمه عرف انه هو ما يعبد الأصنام، فالنبي إبراهيم عليه السلام اعترف له وقال له أني أعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهنا النبي إبراهيم قال العمه، قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وهذا الكلام موجود بالقرآن. هو كان يصيح العمه أبتي. النبي إبراهيم كان كلش يحترم عمه رغم ما كان يعبد أصنام، فكان يحكي ويا عمه بأسلوب لطيف ويقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هاي كلها آيات بالقرآن الكريم. فهنا عمه ضاج كلش منه وقال له شلون تعوف الآلهة مالتي وتعبد إله ثاني؟ فالنبي إبراهيم كان مصر على كلامه، فهنا عمه قرر يطرده من البيت. ومن هنا بدت نبوة النبي إبراهيم عليه السلام، وبدأ يحاول يقنع الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا بالبداية كان النبي إبراهيم يقنع الناس انه الأصنام هاي ما راح تفيدكم، بس الناس ما كانوا يصدقون بيه، خصوصا هم الأغلبية كانوا يعبدوهن ومتربين على هذا الشيء. يعني أول ما اجوا للدنيا لقوا أبوهم يعبد صنم، جدهم يعبد صنم، أبو جدهم يعبد صنم، لهذا السبب هم متمسكين بيه. أنا دائما أقول لازم الإنسان يبحث عن دينه، هل دينه صحيح أو لا، لأنه ممكن يكون دينك باطل حتى لو كان دينك يتبعوه مليارات. الكثرة مو شرط تكون دلالة على الصح، لأن هذا دين مو لعبة، لازم كلنا نتأكد. باشر عقبه ما حد يفيدك، وحياتك بيوم القيامة واقفة على دينك. عموما نرجع لموضوعنا. النبي إبراهيم عليه السلام بدأ ينشر عبادة الله سبحانه وتعالى، وكانوا العالم ما يستجابون. بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. شوف الناس ايش قالوا له، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فالنبي جاوبهم ايش قال لهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني قال لهم هاي الأصنام تسمعكم تفيدكم بشي؟ هم ردوا عليه وقالوا له، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني قالوا احنا لقينا آباءنا وأجدادنا يعبدوها، فإحنا هم قمنا نعبدها وتربينا على هذا الشيء. فاش قال لهم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. بس رغم كل هذا كانوا كلش قافلين على عبادة الأصنام. فهنا رب العالمين قرر يمتحن النبي إبراهيم عليه السلام، وهذا أول امتحان راح تسمعوه، لأن القصة عبارة عن امتحانات واختبارات. أول شيء رب العالمين ايش قال له، قال له لازم تروح تحطم هاي الأصنام قدامهم. طبعا الشغلة مو سهلة، يعني تخيل انت بنص مدينة كلهم على الاطلاق يعبدون اصنام، شلون راح تفلشهن وتحطمهن قدامهم؟ شغلة صعبة فوق ما انت تتصور، من يسويها؟ زين شنو ممكن يسوون هذول الناس اذا شافوه هيك يسوي؟ بس هنا النبي ابراهيم عليه السلام نفذ كلام رب العالمين وراح قدامهم كسر الاصنام. من حطم النبي إبراهيم عليه السلام أصنامهم كلهم تجمعوا عليه ولزموه لحد ما وصل الخبر للنمرود.
هنا النمرود من شافه وعرف انه هو كسر اصنامهم غضب كلش، فأمر يحبسون النبي ابراهيم عليه السلام. وبعد شنو قرر يسوي؟ قال للناس كلها، قال لهم اريدكم تجيبون حطب وتشعلون النار وكلكم تتجمعون داير مدايرها. ففعلا قرر يشعل نار كلش كبيرة ويشمر النبي إبراهيم عليه السلام بهاي النار قدام الناس كلها، حتى يثبت للعالم كلها انه ماكو وجود الرب العالمين. طبعا قريت ببعض الروايات انه بذاك اليوم من رادوا يشعلون النار، الروايات تقول كان اكو حطب كلش قليل، فالناس بوقتها من شدة غضبهم على النبي إبراهيم اغلبيتهم راحوا الاماكن بعيدة حتى بس يجيبون حطب ويجون. يعني تخيل كل شخص بالمدينة يركض وشايل حطب، يعني كأنما صارت حفلة. فالروايات تقول انه الحطب من كثر ما صار هواي صار يشبه الجبل، انت بس تخيل المنظر. ففعلا هنا شعلوا النار. من شعلوا النار على حسب الروايات يقولون النار من كثر ما صارت كبيرة حتى الطير اللي يمر من فوقها يحترق ومستحيل واحد يقدر يتقرب منها. فهنا من شعلوا النار حسوا بصعوبة، شلون راح يشمرون بيها النبي إبراهيم عليه السلام أو شلون راح يوصلوا للنار، لأن حتى الحراس إذا تقربوا منها راح يحترقون. فهنا قرروا يجيبون منجنيق. شنو هو المنجنيق؟ تعرفوا له لا؟ هو عبارة عن سلاح كانوا يستخدموه بالحروب، كانوا يحطون بيه حجارة ويشمروها من بعيد، وهذا كانوا يستخدموه قبل آلاف السنين. فهذا المنجنيق قرروا يحطون بيه النبي إبراهيم عليه السلام. ويشمروه بالنار من بعيد، وشمروا النبي إبراهيم عليه السلام بالنار. وهنا صارت المعجزة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تحولت من حارة إلى باردة ثلج، بحيث الروايات تقول حتى النبي إبراهيم عليه السلام قام يحس ببرودة. طبعا احنا عندنا رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما نجيتني منها، فجعلها الله عليه بردا وسلاما. شوف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام حتى الأنبياء يعرفوهم ويدعون باسمهم، لعد إشقد منزلتهم عظيمة. فعموما من شمروا النبي إبراهيم عليه السلام بالنار وصارت النار باردة، النمرود وأصحابه ظلوا يباوعون، شافوا النبي يرجف مدى يحترق فظلوا متعجبين، شلون ما صار بالنبي إبراهيم عليه السلام شيء. فهنا قام النبي إبراهيم عليه السلام، الروايات تقول أول ما قام يصيح عليهم ويقول لهم اعبدوا الله واتركوا عبادة الأصنام. فهنا الناس كلها ظلت متعجبة وكلهم كانوا متجمعين، فهنا اهتزت عقيدتهم بالأصنام. الروايات تقول بهذا اليوم هواية ناس وقفت ويا النبي إبراهيم عليه السلام وآمنت بالله سبحانه وتعالى. فالنمرود هنا حس بالخوف وأصحابه خافوا لا أصنامهم بعد ما حد يعبدها. فهنا قرر النمرود يجيب النبي إبراهيم، فقال له يا إبراهيم من ربك؟ فالنبي إبراهيم عليه السلام جوابه قال له ربي الذي يحيي ويميت. فالنمرود قال له أنا أحيي وأميت. شوف هنا النمرود من شدة التكبر قام يدعي أنه هو رب. فالنبي إبراهيم عليه السلام قال للنمرود، قال له شلون أنت تحيي وتميت؟ النمرود جاوبه قال له سهلة، راح أجيب اثنين محكوم عليهم بالإعدام، راح أسامح واحد وأقتل واحد، وهنا صرت أحيي وأميت. فالنبي إبراهيم عليه السلام قال له الله سبحانه وتعالى يطلع الشمس من المشرق، فإذا كنت أنت فعل الرب طلعها من المغرب، يعني بالعكس. وهنا النمرود ظل حاير ما يعرف شي يجاوب،
وبدأ يخاف من النبي إبراهيم عليه السلام، خصوصا الناس اللي داير مدايره بدت شوية شوية تصدق، يوم بعد يوم يصدقون بيه، وأغلبيتهم قاموا يشوفوا بطل وشجاع، خصوصا من واجه النمرود. فهنا النمرود قرر يبعد النبي إبراهيم من المدينة ويخليه يروح لغير دولة، يعني باختصار طرده من العراق. فهنا النبي إبراهيم عليه السلام فعلا قرر يروح لغير مكان، لأن تقريبا رسالته بالعراق انتهت، وقدر يهدي هواية ناس ممكن بالمستقبل يأثرون على أولادهم وأصدقائهم وشك واحد يعرفوه، فسوى تأثير كلش كبير بالعراق. ففعلا قرر يهاجر من العراق هو وأهله وزوجته اللي اسمها سارة، وكان وياه ابن أخوه لوط اللي هو النبي لوط عليه السلام. للمعلومة النبي لوط يصير ابن أخو النبي إبراهيم عليه السلام. فقرر يهاجر النبي إبراهيم هو وأهله من العراق ويتوجهون لفلسطين. من وصل النبي إبراهيم عليه السلام لفلسطين، قرر يرسل النبي لوط عليه السلام المدينة قريبة من البحر الميت اللي هي حاليا الأردن. وفعلا راح النبي لوط عليه السلام للأردن حتى يدعي الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ليش دز للأردن؟ لأن أكو قرية هناك كانت بيها ناس أخلاقهم كلش فاسدة، يعني ما يحتاج أشرح لكم إيش كانوا يسوون. باختصار كانوا يسوون أشياء مو زينة بيناتهم. لحد هسه أكو ناس يسموهم قوم لوط. فالنبي لوط عليه السلام راح لهاي المدينة ينشر الدين، والنبي إبراهيم عليه السلام ظل بفلسطين. أنت بس تخيل يعني اثنين انبياء صاروا بنفس الوقت، وهذا الشيء كلش طبيعي، ممكن تلقى نبي او اثنين انبياء او ثلاث انبياء بنفس الوقت. عموما ظل النبي ابراهيم عليه السلام ينشر الدين بفلسطين وينشر عبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا النبي ابراهيم تقريبا صار عمره بالسبعين سنة، وللعلم ما كان عنده أولاد. ليش؟ لأنه زوجته كانت ما تخلف اللي هي اسمها سارة، وهذا هم اختبار من رب العالمين. شوف أنا من قرأت قصة النبي إبراهيم عليه السلام وتعمقت بيها، لقيتها عبارة عن اختبارات وابتلاءات للنبي إبراهيم، امتحانات صعبة احنا كبشر عاديين مستحيل نتحملها. هسه راح أسولف لك شنو راح يصير، اسمع. هاي الاختبارات خلتني أعرف ليش هذا النبي بالذات الله رفع مقامه أكثر من باقي الأنبياء. طبعا إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء، ماكو نبي يعلى عليه. بس النبي إبراهيم عليه السلام عنده مكانة خاصة يختلف عن بقية الأنبياء. تخيل عمره 70 سنة وما صار عنده أولاد، وهو صابر، وزوجته أيضا صارت كبيرة بالعمر يعني بعد ما تخلف. فبيوم من الأيام زوجته سارة اقترحت عليه أنه يتزوج، وقالت له لازم تتزوج. فاقترحت عليه أنه يتزوج الجارية مالتها، كانت عندها جارية تشتغل وياها بالبيت. هاي الجارية اسمها هاجر، فرادته يتزوجها. ففعلا النبي إبراهيم عليه السلام تزوجها، وبعد فترة قليلة صار عنده ابن منها اللي هو النبي إسماعيل عليه السلام، حتى ابنه نبي اللي هو إسماعيل عليه السلام. طبعا مثل ما تعرفون زوجات الأنبياء مو معصومات، يعني ممكن يصير عندهن غيرة وممكن عاطفتهن تتغلب عليهن. فزوجة النبي إبراهيم الأولى اللي اسمها سارة كانت دائما تشوف النبي إبراهيم مهتم بهذا الطفل من زوجته الثانية، كلش متعلق به. فصارت عند زوجته الأولى سارة غيرة، خصوصا هي ما كان يصير عندها أولاد. فهنا قالت للنبي إبراهيم، قالت له بعد ما أقدر أتحمل، فأفضل حل تفصل بيني وبينها. ففعلا النبي إبراهيم عليه السلام وافق على كلامها وقرر ياخذ زوجته الثانية ويوديها لغير مكان. بس يا ترى وين راح يوديها؟ عبالك وداها بالفرع اللي بصفهم مثلا أو مقابلهم؟ لا، هنا رب العالمين هم امتحنه امتحان ثالث. فرب العالمين قال له أخذ زوجتك الثانية ووديها المكة. تخيل، شوف المسافة بين فلسطين ومكة إيش قد بعيدة. ففعلا أخذ زوجته الثانية هي وابنها الرضيع اللي اسمه إسماعيل عليه السلام، وظل يمشي يمشي لحد ما وصل المكة. طبعا مكة بذاك الزمن ما كان بيها ناس، كانت عبارة عن صحراء، لأن عدد الناس بذاك الزمن كان قليل مو مثل هذا وقتنا بالمليارات. فمكة كانت مدينة عبارة عن صحراء ما بيها لا زرع ولا مي،
كل شيء ما بيها. فمن وصلوا لهذا المكان فجأة النبي إبراهيم عليه السلام قال لزوجته الثانية هاجر أني رايح. فهنا زوجته استغربت قالت له وين رايح؟ قال لها راح أرجع لفلسطين. فهنا النبي إبراهيم عليه السلام قرر يعوفها هي وابنها وحدهم بهاي الصحراء. طبعا هذا اختبار من رب العالمين، اختبار صعب للنبي إبراهيم. يعني هو منو اللي يقدر يعوف زوجته وابنه اللي صار له 70 سنة محروم يتمنى يشوفه ويعوفهم بهيك مكان؟ فهنا الرواية تقول فضجت زوجته بالبكاء، يعني قامت تبكي بشكل قوي وقالت له يا إبراهيم من أمرك أن تضعنا في أرض قاحلة لا نبات فيها ولا ماء ولا إنسان؟ فالنبي إبراهيم عليه السلام قال لها ربي أمرني بذلك. فهناش قالت له؟ قالت له ما دام كذلك فإن الله لا يتركنا. شوف إيش قد كان عندها إيمان قوي برب العالمين، سلمت نفسها الرب العالمين لأن تدري بيه أنه هو نبي وواثقة من كلامه. أنت تدري هاي زوجته الثانية اللي اسمها هاجر من هي؟ هاي هاجر تصير جدة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي من نسلها بالمستقبل راح ينولد النبي محمد بعد مرور آلاف السنين. شوف احنا نعتقد أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طاهر، آبائه وأجداده طاهرين، كلهم مؤمنين يعبدون الله سبحانه وتعالى، ماكو واحد بيهم كان كافر. كل نسل النبي محمد من البداية من النبي آدم لحد من ولد، وكناس يعتبرون نفسهم مسلمين يعتبرون أبو النبي وأم النبي محمد اللح كفار. ليش؟ لأنه على أساس ما لحقوا على الدين الإسلامي وماتوا من كان النبي محمد بعد صغير، فما لحقوا على الدين الإسلامي لا أبو النبي محمد ولا أمه. فتخيل هيك تفكيرهم، بينما إحنا لا، إحنا نعتبر أنه أبو النبي محمد وجد النبي وجد جد النبي وجد جد 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 النبي وأم النبي وبيبية النبي وبيبية بيبية النبي وبيبية بيبية النبي لحد النبي آدم كلهم مؤمنين الحد هاجر اللي بقت وحدها بالصحراء. هذا اعتقادنا بنبينا، ونقوله بكل فخر، نبينا محمد أفضل الخلق. فنرجع لموضوعنا، النبي إبراهيم عليه السلام قرر يعوف زوجته بالصحراء بمكة وبمكان فارغ ما بي ولا طير، وعاف زوجته تبكي قدامه. فهنا النبي دعا وقال بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فبعد ما دعا هذا الدعاء ودع زوجته وابنه بحزن شديد ورجع لفلسطين. وظلت زوجته الثانية اللي اسمها هاجر وابنها إسماعيل وحدهم بالصحراء بدون لا أكل ولا شرب. وكان إسماعيل رضيع يبكي من شدة العطش، وكانت أمه تدور له على قطرة مي ماكو. فظلت هاجر تفتر بمكة تدور على ناس ماكو حد. فأكو بمكة جبل اسمه الصفا الحد هسه موجود، وأكو جبل ثاني اسمه المروة، هذن الاثنينات الحد هسه موجودات، والإنسان كل ما يروح المكة يحج لازم يروح عليهن اثنيناتهن 7 مرات لأنه هاي تعتبر من مناسك الحج. من تريد تحج لازم تروح على ذن الجبلين. فهاجر زوجة النبي إبراهيم شافت أكو مثل الخيال على جبل الصفا عبالها بي مي، فراحت تركض عليه. من وصلت كل شي ملقت، بعدين شافت على جبل المروة هم خيال عبالها أكو ناس، راحت تركض عليه كل شي ملقت. فظلت على هالحالة تروح وتجي بين الصفا والمروة لمدة 7 مرات، يعني سوت نفس الحركة اللي يسووها الحجاج من يروحون للحج بمكة. فالحد ما ظلت قاعدة بالقاع وابنها راد يموت من العطش كان تنفجر القاع وطلع مي من عدها، والحد هسه هذا المي موجود بمكة اللي هو مي زمزم. الناس الحد هسه تروح تشرب من عده من تروح المكة.
فشربت من عنده هي وابنها. ففعلا ظلت عايشة هي وابنها إسماعيل بمكة لحد ما صار ابنها عمره 13 سنة، ورب العالمين أبد ما تركهم وعافهم. بعد مرور 13 سنة رب العالمين راد يختبر النبي إبراهيم الاختبار الرابع، بس هالمرة الامتحان كل الصعب. شوف شنو صار. الروايات تقول بيوم من الأيام النبي إبراهيم عليه السلام كان نايم وشاف بالمنام إنه هو دا يذبح ابنه إسماعيل. فالنبي إبراهيم عليه السلام قعد من النوم مرعوب وظل يحلم بنفس الحلم تقريبا 3 مرات. طبعا الأنبياء عليهم السلام كل أحلامهم اللي يشوفوها بالمنام مو أحلام شيطانية، يعني مثلا إبليس ما يقدر يجيهم بالحلم ويخدعهم، هذا الشيء ما يصير ويا الأنبياء أبد. الأنبياء معصومين، الشيطان ما يقدر يتغلب عليهم أبد، فكل أحلامهم اللي يشوفوها بالمنام هي من رب العالمين. فهنا النبي إبراهيم عرف إنه هذا امتحان ولازم ينفذ اللي شافه بالحلم. ففعلا راح النبي إبراهيم عليه السلام المكة وراح الابن إسماعيل. شوف شنو قاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. شوف هنا ابنه شنو رد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل معارضه، قال له افعل سوي هذا الشيء، حتى ما سأله ليش يجده تسوي. تخيل اثنيناتهم الأب والابن مسلمين نفسهم الرب العالمين. ففعلا راحوا اثنيناتهم ينفذون أمر رب العالمين. طبعا هنا الروايات تقول إسماعيل ابن النبي إبراهيم قال الأبو، قال له يا أبتي أوصل سلامي إلى والدتي، وإن لم يكن هناك مانع أوصل ثوبي إليها كي يهدئ من آلامها، لأنها ستشم رائحة ابنها منه، وكلما أحست بضيق القلب تضعه على صدرها. فهنا الرواية تقول من شاف النبي إبراهيم ابنه هيك مسلم نفس الرب العالمين حضنه وباس من وجهه. فهنا صارت معجزة. النبي إبراهيم عليه السلام كل ما يمرر السكين على ابنه إسماعيل كل شيء ما يصير، يمررها وكل شيء ما يصير، كأنما السكين صارت عمية، كل شيء ما تسوي ولا إلها أي أثر. وهنا رب العالمين ناداه بسم الله الرحمن الرحيم إنا كذلك نجزي المحسنين. رب العالمين عرف إنه النبي إبراهيم عليه السلام نجح بالاختبار فما خلاه يكمل. فهنا رب العالمين حبي كافئ النبي إبراهيم عليه السلام على كل صبره والاختبارات اللي نجح بيهن، فقرر الله سبحانه وتعالى يرفع مقامه من نبي إلى إمام. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فرب العالمين رفع مقامه وسواه إمام. ليش أقول لكم أهل البيت عليهم السلام الأئمة أعظم من الأنبياء؟ ليش؟ لأنه الإمامة أعظم من النبوة. وبصراحة من قرأت قصة النبي إبراهيم عليه السلام ما أدري ليش تذكرت الإمام الحسين عليه السلام، بالذات من ود زوجته وابنه المكة بالصحراء. يعني ابن النبي إبراهيم من كان طفل كان عطشان، والله سبحانه وتعالى طلع له مي من جوا القاع، بينما ابن الإمام الحسين عبد الله الرضيع كان شايل الإمام الحسين عليه السلام بإيده ويقول للناس ارحموا هذا الطفل واعطوه شربة ماء لقد جف اللبن في صدر أمه. إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليه السلام رب العالمين نجاه وطلع له مي من جوا القاع، وابن الإمام الحسين عليه السلام انقتل قدامه هو وأخوانه وأصحابه وسبوا نسائه. من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ شوف يقول لك ليش لهالدرجة مهتمين للإمام الحسين عليه السلام؟ ليش لهالدرجة تبكون عليه؟ تخيل أنت النبي إبراهيم عليه السلام إش قد مر باختبارات ورب العالمين كافئه، بينما الإمام الحسين مر باختبارات بعد أصعب من الاختبارات اللي مر بيها النبي إبراهيم عليه السلام. فلعد إش قد رافع مقام الإمام الحسين عليه السلام، وتريدون ما نحزن عليه. اللي سواه الإمام الحسين
مو شوية، اللي سواه فوق التصور والخيال. فأني من قرأت قصة النبي إبراهيم اتعجبت، بعدين من خلال هاي القصة عرفت شنو قيمة أهل البيت عليهم السلام وقيمة اللي قدموه للدين. ما حد بالدنيا تأذى وعانى مثل ما عانى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. لهذا السبب احنا نعتبرهم هم أفضل الخلق. عموما نرجع لموضوعنا. طبعا النبي إبراهيم عليه السلام صارت عنده هواية معجزات، من ضمنها إحياء الأموات وإحياء الطيور، وفعلا طلب من رب العالمين أنه يشوف شلون يحيي الموتى، ورب العالمين شوفه. وصارت عنده معجزة ثانية اللي هي زوجته الأولى اللي كانت ما تولد، رب العالمين بشرهم راح يصير عندها ولد، وهي صار تقريبا عمرها 112 سنة. تخيل، وهاي معجزة بهذا العمر وتولد، وفعلا صار عندها ولد اسمه إسحاق اللي هو النبي إسحاق عليه السلام. النبي إبراهيم عنده 2 أنبياء، إسماعيل وإسحاق. وبعد شنو سوى النبي إبراهيم؟ النبي إبراهيم هو اللي بنى الكعبة بمكة، هو وابنه إسماعيل عليه السلام. طبعا الكعبة موجودة من زمن النبي آدم عليه السلام، أكو روايات تقول أول من بنى الكعبة هم الملائكة، ومن بعدها بناها آدم عليه السلام. وتعرفون أنه بعد النبي آدم صار الفيضان، ما الفيضان النبي نوح عليه السلام، فالكرة الأرضية كلها غرقت، فإجا النبي إبراهيم عاد بناء الكعبة، وظلت على شكلها هذا اللي إحنا نعرفه من زمن النبي إبراهيم عليه السلام. طبعا بالنسبة للنمرود، هذا الحاكم الظالم اللي واجه النبي إبراهيم وتحدى رب العالمين، فرب العالمين عذبه عذاب شديد. الروايات تقول الله سبحانه وتعالى دز له حشرة صغيرة، بعض الروايات تقول بعوضة صغيرة، فهاي البعوضة أو الحشرة يقولون دخلت من خشمه طبت الدماغه، وظل متعذب من وراها 40 يوم، لدرجة قام يضرب راسه بالحائط لحد ما مات. أما بالنسبة للنبي إبراهيم عليه السلام فتوفى وهو تقريبا عمره 200 سنة، وتوفى بفلسطين بمدينة حاليا يسموها الخليل. النبي إبراهيم عليه السلام رب العالمين شرفه تشريف عظيم، بحيث خلى من نسله محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وهذا شرف كلش كبير من يكون من نسلك أعظم الخلق. فقصة النبي إبراهيم تتعلم منها التوكل على الله دائما، ويكون عندك ثقة برب العالمين، وتتعلم منها الصبر، وتتعلم منها الوقوف بوجه الظالم، وتتعلم منها الاحترام والتقدير للي ربوك. والأهم من كل هاي الأمور تعرف من خلالها إنه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وما يعوفك أبد. أشوفكم بقصة جديدة. باي باي. تعبت فيها كلش، تعبت شباب. أوكي بما أنه إحنا حكينا القصة وكملناها، هاي يعني قصة استثنائية، أنا دائما بالقصص ما أحب أطلع عن الموضوع، بس بنهاية هاي القصة أريد أنه أشرح لكم أنا شقد أتعب بسلسلة القصص. القصص شباب يعني مو بسهولة تنكتب، خصوصا هاي القصص الدينية. أولا لازم أستند على آيات قرآنية، ثانيا لازم أطلع روايات وأحاديث وأدور بمواقع دينية وبكتب دينية، وحتى أشوف شيوخ. تخيل أنا مرات أشوف محاضرات مال شيوخ طولهن ساعة ونص ساعتين، أظل صافون عليها حتى بس أطلع لكم الملخص، وأروح أبحث على كلام الشيخ أشوفه يطابق الروايات لو لا، حتى شنو يطلع الكلام صحيح. فكلش أتعب بسلسلة القصص فوق ما تتصورون. يعني أكو ناس يقولوا لي أنت ليش تتأخر بتنزيل الفيديوهات، مو بيدي صدقوني، لأنه أنا هاي الفيديوهات تأخذ مني وقت شباب، تأخذ مني بحث، وقلت لك هاي مو قصص عادية، هاي قصص الأنبياء، وأبحث عليها من ديني، شرط من ديني، لأنه أنا أعتقد ديني هو الصح، مستحيل أحكي لك إياها من غير أفكار وآراء مال ديانات أو مذاهب أخرى. وورا ما أبحث لازم ألخصها إلك وأبسطها حتى تفتهمها، لأن أعرفك هواي أعمار يشوفوني ويحتاجون أنه أبسط لهم القصة. محاضرات الشيوخ، الشيخ تعرفون يحكي براحته ويسولف وكل ساعة يفتح موضوع، بينما أنا أنه أحاول أنه ألخصها إلك. فلا تنسون تكتبوا لي رأيكم وتنشرون الفيديو لكل أصدقائكم حتى توصل لها القصة. وسلسلة قصص الأنبياء بقناتي كلش حلوة، نصحوا أولادكم يشوفوها لأنه كلش راح يتعلمون ويستفادون. كل اللي أريده منكم تكتبوا لي تعليق حلو، لأن تعليقاتكم كلها أشوفها، وأشوفكم بفيديو جديد. باي باي.